هذه الاستقالة تمثل استجابة جزئية للمطالب الشعبية العارمة والقاضية برحيل كل الوجوه الرمزية للنظام السياسي القائم، وبعد رحيل مؤسس النظام السياسي الذي عاث في الأرض في أرض الجزائر فسادا وإخفاقا طيلة عشريتين من الزمن، فإن استقالة رئيس المجلس الدستوري تأتي في نظري بمثابة انهيار جدار من بنية هذا النظام المتهرية. في كلمة قائد الأركان، هو حرصه على الدفاع عن الدولة الوطنية. لابد من العودة للاهتمام بالشؤون اليومية نتاع الأمة ونتاع الشعب الجزائري، وبالتالي حالة الاستعجال في الوصول للحلول الحقيقية التي تقي الجزائر شر الفراغ، تقي الجزائر شر العدوان عليها وشر المؤامرة عليها والتآمر عليها. أنا لا علم لي يعني بدقائق الأمور اللي قالها سيد قائد الأركان، لكن أعرف جيدا أن الأوطان يعني لما تسير سواء الجزائر وغيرها، من يقيها ومن يحميها بالدرجة الأولى هي شعوبها، هي قواتها المسلحة، هذه هي قوة الحية.